السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر خلاص. معكم محمد نور الدين، وأنا آسف جدا عندي برد بس صوتي وجعني شوية، أنا آسف جدا. متابعين الكرام، نتائج مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء آخر مباراتين في الذهاب، مباراة أتلتيكو مدريد أمام مانشستر يونايتد ومباراة بنفيكا أمام أياكس أمستردام اليوم الأربعاء 23/2/2022. اليوم متابعين الكرام، اتلتيكو مدريد او بمعنى صح مانشستر يونايتد قدرت تتعادل امام اتلتيكو مدريد على ملعب واندا متروبوليتانو في طبعا مدريد في اسبانيا. تعادل ايجابي 1-1 يخلي مانشستر يونايتد عندها امل انها تفوز في طبعا ملعب الاولد ترافورد خاص بنادي مانشستر يونايتد. احرز هدف اتلتيكو مدريد جواو فيليكس في الدقيقه 7، هدف مانشستر يونايتد التعادل اندري ايلانجا في الدقيقه 80. بنفيكا قدرت تتعادل على الملعب امام اياكس امستردام 2-2، وكلمه قدرت دي معناها لان اياكس كونها سجلت على ملعب بنفيكا ملعب النور في البرتغال هدفين وقدرت تتعادل اياكس يعني على ملعب بنفيكا، ده معناه ان اياكس كانت ضاغطه طول الماتش او بنسبه كبيره يعني، وممكن بنسبه كبيره تخلص على ملعبها هناك طبعا في هولندا. هدفي بنفيكا عن طريق سبستيان هيلير هدف مرماه بيلعب لنادي اياكس امستردام في الدقيقه 26، الهدف الثاني عن طريق رومان يارمن تشوك في الدقيقه 72، هدف اياكس عن طريق دوشان تاديتش في الدقيقه 18، وسبستيان هيلر سجل هدف مرماه قدر يسجل هدف لصالح فريقه في الدقيقه 29. متابعين الكرام، بالنسبه لباقي مباريات الجوله بدات يوم الثلاثاء 15/2، او بمعنى صح مش الجوله بقى دور 16 يعني، باريس سان جيرمان فازت على ريال مدريد 1-0، سبورتنج لشبونه خسرت من مانشستر سيتي 0-5. يوم الاربعاء 16/2 انتر ميلان خسرت من ليفربول 0-2. ريد بول سالزبورغ قدرت تعادل امام بايرن ميونخ على ملعب سالزبورغ 1-1. امس الثلاثاء 22/2 فياريال تعادلت امام يوفنتوس 1-1، وتشيلسي فازت على ليل 2-0. مباراه العوده باذن الله تعالى يوم الثلاثاء 8/3 او 8 مارس 2022 و9/3، وايضا مكمله معانا الاسبوع اللي بعده 15/3 و16/3. بالنسبة لترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم، مباريات الذهاب في دور 16، متصدر الهدافين سبيستيان هيلر لاعب اياكس ب 11 هدف، المركز الثاني روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ سجل 9 اهداف، المركز الثالث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ب 8 اهداف، المركز الرابع كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيج ب 7 اهداف، والمركز الخامس ادون كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ب 6 اهداف، ونجم الجزائر رياض محرز لاعب مانشستر سيتي. والمركز السادس او ابراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد سجل 5 اهداف، وكليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان، وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وليروي ساني لاعب بايرن ميونخ. خلينا نتعرف على ترتيب صناعه الاهداف. متابعين الكرام، تصدر صناعه الاهداف برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد صنع 7 اهداف، المركز الثاني كليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان صنع 4 اهداف، وليروي ساني لاعب بايرن ميونخ، وانتوني لاعب ايكس، ودوفان زاباتا لاعب اتلانتا المركز الثالث صنع 3 اهداف، كذلك برناردسكي لاعب يوفنتوس، وجيراردو مورين لاعب فيريال، ودود جود بلينغهام لاعب بروسيا دورتموند، وجواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، وخوسي تاسيندي لاعب لايبزيج، وجواو ماريو لاعب بنفيكا، وماكسيميليان لاعب فولفسبورغ، وفينيسيو جونيور لاعب ريال مدريد، وكريستيانو لاعب شريف تيراسبول. اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسف جدا لصوتي، اسف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.